في قصة عجيبة وردها ابن كثير رحمه الله تعالى في أول تفسير سورة غافر، ولعلكم تراجعونها في تفسيره، قصة عجيبة تتعلق بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كان يقول ابن كثير: روى ابن أبي حاتم عن يزيد الأصم: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، يعني قوي وشديد، كان يفد إلى عمر بين وقت آخر يزور عمر بن الخطاب إبان خلافته رضي الله عنه، ففقده عمر فقال، يعني فقد وقت طويل ما أصبح يأتي، فسأل عنه ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ يعني ما أصبحنا نراه، ما يأتينا. قالوا: يا أمير المؤمنين يتابع في هذا الشراب، يعني صار يتعاطى خمر وشراب وانشغل بهذه الأمور، يتابع في هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه وقال: اكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان سلام عليك، أما بعد فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الدم، قابل التوب، شديد العقاب، ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. ثم قال عمر لأصحابه الذين حوله، قال: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه وأن يتوب الله عليه. وصل الخطاب للرجل، خطاب جمع له عمر بين أمرين: نصيحة ماذا رفيقة، ووصية ممن حوله بأن يدعو الله له بأن يقبل بقلبه وأن يتوب عليه، جمع له بين هذين الأمرين. فلما بلغ الرجل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الدم وقابل التوب، شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، حذرني أي الله عقوبته، شدة العقوبة، وعدني أن يغفر لي، أي أن تبت إليه وأنبت. قال ابن كثير: ورواه الحافظ أبو نعيم وزاد، والزيادة هي التي موضع الشاهد من ذكر هذه القصة فيما يتعلق بالحديث، وزاد: فلم يزل يرددها على نفسه هذه الكلمات، ثم بكى ثم نزع فأحسن النزع، يعني تاب فأحسن التوبة، ثم نزع فأحسن النزع أي تاب فأحسن التوبة. فلما بلغ عمر رضي الله عنه خبره أنه تأثر وتاب توبة نصوح، نزع فأحسن النزع يعني تاب توبة نصوحا، فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا، هذه الطريقة عمر، هذه وصية من عمر، قال: هكذا فاصنعوا، يعني إذا بلغك عن أحد بدل أخزاه الله قبحه الله الفاعل التارك مثل عمر، أرسل له نصيحة رفيقة طيبة لطيفة، وصي إخوانك يدعو له بالهداية. قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه، إذا رأيتم أخاكم زل زلة فسددوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا، اسمع ماذا يقول رضي الله عنه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا: أخزاك الله، ماذا قال؟ قال: لا تعينوا عليه الشيطان. هنا عمر يقول: لا تكونوا أعوان للشيطان على أخيكم. إذن لما يكون الإنسان منشغل بأخزاه الله قبحه الله ويعمل على الكلام عليه وهتك ستره إلى آخره، هذا أعان الشيطان عليه. لكن هذه الطريقة المباركة العظيمة طريقة عمر بن الخطاب، وهي مستفادة من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها، هذه سنة عظيمة جدا ومسلك عظيم. ولهذا أوصي بأن يقرأ هذا الأثر، وهو موجود في أول تفسير غافر، سورة غافر، من تفسير ابن كثير. أوصي أن يقرأ، أوصي أن يقرأ مرات حتى يستوعبها القلب، ولعله يكون صفة عند العبد. وأيضا أوصي بنشر هذه القصة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصي بنشرها حتى ينتشر هذا الخير وينتشر هذا الرفق وتنتشر هذه الرحمة. والعصاة الآن في هذا الزمان انفتحت عليهم أبواب ما كانت موجودة. ما كانت موجودة في الزمان الأول فتحت عليهم أبواب شديدة جدا، فهم بحاجة إلى من يرحمهم، من يدعو لهم، من يترفق بهم، من يسأل الله جل وعلا أن يتوب عليهم، أن يقبل بقلوبهم، أن يصرفهم عن الفتن، أن يعيذهم من شرور أنفسهم وشر الشياطين وشر الفتن. هم بحاجة إلى ذلك، بحاجة إلى رحمة، بحاجة إلى رفق، بحاجة إلى من يقربهم إلى الخير ويدلهم عليه برفق ويدعو لهم. ولا يكون الإنسان مع هذا البلاء العظيم الذي هم فيه والفتن التي تجرفهم من كل جهة يأتي ويكون أيضا عونا للشيطان عليهم باللعن والدعاء والخزي. هذا ما ينبغي، ما ينبغي، بل ينبغي أن يكون إنسان رحيما رفيقا داعيا لإخوانه بالخير، داعيا لهم بالرحمة، داعيا لهم بالتوبة. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتوب علينا أجمعين وأن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يعيذنا أجمعين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله جل وعلا أن يقبل بقلوب العصاة إلى الله. الله اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم، اللهم أقبل بقلوبهم عليك وتب عليهم توبة نصوحة وارزقهم القرب منك وهيئ لهم من أبواب التوفيق والصلاح والهداية يا حي يا قيوم، يا من بيده قلوب العباد، يا مقلب القلوب، تب على عصاة المؤمنين واهدنا وإياهم إليك صراطا مستقيما يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام.